ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. وصلنا بالأمس إلى هذه النقطة بعدما استعرضنا تخلف المنافقين وتخلف المعذورين وتخلف المعذرين، وصلنا إلى نقطة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الإمام علي عليه السلام أن يبقى في المدينة. هذه نقطة حقيقة يعني حساسة في عرض أحداث غزوة تبوك في مقدماتها وفي فهم أساس القضية، باعتبار أن الإمام علي عليه السلام لما أمر بالبقاء في المدينة المنورة، إحنا الغزوة عرفنا أن كان في حاجة النبي صلى الله عليه وآله إلى المقاتلين وإلى إدارة المقاتلين من حيث عددهم، طريق، بعده، العدو الذي يواجهونه. فغريب يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يترك الإمام علي وهو الذي كان له الدور المفصلي في غزوات النبي صلى الله عليه وآله الرئيسية في تحقيق الانتصارات. في السيرة النبوية لابن هشام الحميري أن النبي صلى الله عليه وآله واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، استعمل على المدينة بمعنى خلف محمد بن مسلمة وجعله يعني الذي هو الذي يدير شؤون المدينة. طبعا عندنا احنا ملاحظة على هذه بعد شوية نتكلم عنها. وذكر عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل على المدينة مخرجه إلى تبوك سباع بن عرفطة، مو محمد بن مسلمة، واحد ثاني. بعدين يقول وخلف رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب على أهله، يعني هذا النص يقول بأن الإمام علي ما صار المسؤول على المدينة، لا، صار مسؤول فقط عن أهل النبي صلى الله عليه وآله، فقط في هذه الدائرة، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون، بدأوا يتكلمون يثيرون إشاعات، وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له، النبي صلى الله عليه وآله مستثقل أن يأخذ معه علي، ظاهر العلاقات بينهم خربانة تعبانة، ظاهر أكو مشكلة ما هي اللي جعلت النبي صلى الله عليه وآله ما يأخذ الإمام علي عليه السلام، وتخففا منه، يعني ثقيل عليه الإمام علي أنه يكون موجود فيبي يتخفف منه، هذه الإشاعة اللي بثوها. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نازل بالجرف. احنا قلنا النبي سواله معسكر خارج المدينة إلى أن تتجمع القوات، فالنبي كان نازل بالجرف على بعد 3 أميال بالحساب يعني القديم اللي يطلع تقريبا فرسخ، يعني 5.5 كيلو بعيد عن المدينة، يمكن الحين ضمن المدينة المنورة يعني المنطقة، لكن سابقا خارج المدينة. فقال يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، تركت أنا يعني أشياء ورائي في المدينة المنورة، تركت أهلي كذا، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله على سفره. أكو نص آخر شوية أوضح ويرد على الخطأ اللي موجود هناك، يعني وجود الإمام علي عليه السلام ما كان للاستخلاف على أهل النبي صلى الله عليه وآله، ويخلي واحد ثاني هو اللي مسؤول عن إدارة شؤون المدينة، خاصة أن تدرون أكو قسم يعني ظلوا من المنافقين وغيرهم موجودين، يخلي الإمام علي مسؤول في دائرة صغيرة في المدينة ويخلي شخص آخر، مو معقولة هذه. ولذا المسعودي نص أقرب إلى الصحة في كتاب عنده اسم التنبيه والإشراف، وكان استخلف عليها يعني على المدينة علي بن أبي طالب، إذن مو محمد بن مسلمة ولا عرفطة، وإنما الإمام علي هو اللي استخلف على المدينة.
وقد ذهب قوم إلى أنه استخلف عليها أبا رهم الغفاري، بعد مو عرفطة ولا هذاك الثاني محمد بن مسلمة، بل واحد ثالث طرحه. واحتمل يعني الآن إن يعني حتى إثارة مثل هالأسماء في مقابل الإمام علي عليه السلام حتى هذه تضيعا لشيء يعني من دور الإمام علي عليه السلام كما يحصل في التاريخ، وعلى أهله علي بن أبي طالب. وقيل بل استخلف عليها ابن أم مكتوم، هذا اسم رابع بعد طرحوه في مقابل الإمام علي. وقيل محمد بن مسلمة، وقيل سباع بن عرفطة. وتخلف عبد الله بن أبي معسكرا في الموضع المعروف بالجرف في قطعة من الجيش. يعني قلنا احنا امس ان عبد الله بن أبي طلع مع مجموعة من المنافقين والناس اللي كانوا يسمعون كلامه، خرجوا ولكنهم خرجوا في تكتل لوحدهم، معسكر لوحدهم، بعدين من تحرك النبي هم انسحبوا ورجعوا للمدينة. وفي هذه الغزاة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب لما خلفه بالمدينة ولم يخلفه قبلها، شيء غريب كان النبي يطلع في غزوة وما يأخذ مع الإمام علي، قال له: وقد رأى كراهية علي لذلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. والأشهر المسعودي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف عليا على المدينة، هذا الأشهر، ليكون مع من ذكرنا مع من المتخلفين، يكون وياهم دير باله على الوضع يعني. وقد ذكرنا السبب الذي له ومن أجله خلفه. ليش؟ فعلا قضية محيرة يعني للي يأخذها بشكل إجمالي يستغرب يعني ايش معنى أمير المؤمنين في هالغزوة هذه يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وما يأخذه معه مع الحاجة الشديدة لوجوده في الجيش، شنو اللي يخلي؟ طبعا عادة اللي يطرح أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعلم المسلمين وينبههم إلى نقطة مهمة، وهي أن الخليفة من بعده هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبالتالي كما خلفته الآن إذا توفيت أنا وانقطعت علاقتكم بي حين ذاك راح يكون المسؤول عنكم علي بن أبي طالب. صراحة يعني مثل هالتبرير أو مثل هال مو كاملة، يعني هذه الفكرة مو كاملة مو ناضجة، ما تقدر أنت تقنع فيها نفسك ولا تقنع فيها الآخرين. كان ممكن النبي يأخذ مثل هذا التدبير بطريقة أخرى، مو في غزوة مثل هذه الغزوات المهمة والمصيرية والحساس، فلابد أن نبحث عن شيء آخر. ابن المسعودي يقول أنا كتبت هالشيء وذكرته، لكن للأسف وسبب تخلف عبد الله بن أبي فيما ذكرنا في كتاب الاستذكار، للأسف هذا الكتاب مفقود. شنو قال المسعودي؟ شلون حلل القضية؟ في كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار، راح الكتاب ما عرفنا المسعودي شنو قال هناك، لكن أكو إشارة في البين ذكر عبد الله بن أبي وذكر الإمام علي. هذه القضية، ولما نرجع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسها في حق الإمام علي عليه السلام، التشبيه الوارد ونربطه بالقرآن الكريم، راح نعرف الصورة بشكل واضح أن النبي لا ما ترك عليا ولم يأخذه معه في الغزوة إلا لشيء أهم، حدث أهم، قضية أهم تستدعي أن الإمام علي يظل في المدينة، أهم من مشاركته في الغزوة. إيش كثر دوره مهم في الغزوة؟ أكو قضية أهم من ذلك نفهمها من التشبيه نفسه اللي يعني ليش ما عبر النبي بتعبير آخر؟ قال له مثلا: أنت مكانتك عظيمة عندي، أنا أريد أن أستخلفك، ليش يا بالنبي موسى وليش يا بالنبي هارون عليهما السلام؟ ليش؟ إيش معنى يا بهالتشبيه؟ القرآن شنو تكلم عن هذه القضية؟ هو المفتاح، مفتاح حل السؤال يكمن في ذلك. شلون يت الآيات؟ الآيات في قصة النبي موسى غير عن آيات اللي يطلب فيها النبي موسى أن الله سبحانه وتعالى يعضده بفرعون، لا، مرحلة لاحقة
وهي أن النبي موسى لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يخرج ويذهب إلى جبل الطور أو إلى الجبل لكي يكلمه، كان ترك قومه هناك في التيه في سيناء، تركهم النبي موسى عليه السلام، ولكن النبي موسى كان خايف من بعض المنافقين مثل السامري وغيره أن يحدثون انقلاب كامل. وهذا اللي تحقق، أن لما راح ورجع بعد 40 ليلة ايش لقى؟ لقى أن الجماعة خرجوا من التوحيد إلى الشرك وعبدوا العجل، يعني أحدثوا انقلاب كامل، والنبي هارون عليه السلام ما قدر يسيطر على الوضع. نفس القضية هذه إذا بناخذها من خلال تشبيه النبي يا بالنبي موسى وهارون، نفهم منها أن أكو قضية جدا مهمة وأهم من أن هارون يلاقي الله مع موسى عليه السلام. شنو هذه القضية؟ أن كل هالجهد اللي بذل النبي موسى وحقق من خلاله النتائج الضخمة، أنه ينتصر على فرعون ويغرق فرعون وينقذ قومه وينقلهم إلى التوحيد وغيره، كل هذا راح يروح شنو؟ هباء منثورا. فيحتاج إلى واحد يسيطر على الوضع وهو النبي هارون، فكان وضعه في عند قومه أهم من أن يأخذه معه وهو نبي هناك للقاء الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله أكو وضع أهم في المدينة، وهو أن كان في مخطط كامل بتفاصيله ستتكشف أكثر من خلال استعراض الأحداث لاحقا، لكن أذكرها كعناوين الآن. هي هذه الأوضاع هي اللي استدعت أن النبي صلى الله عليه وآله يترك الإمام علي في المدينة المنورة ولا يأخذه معه ويطلق ذلك التشبيه. شنو هذه القضية؟ الانقلاب الكامل كان مخطط، سيطر على المدينة من قبل المنافقين اللي تخلفوا، كان تخلفهم مو عيزانين أو ما لهم خلق أو خايفين يموتون، وإنما كان في مخطط لإحداث انقلاب، وسبي المسلمين وخاصة ذرار النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك كان مجموعة اللي راحوا من المنافقين مع النبي كان عندهم مخطط اغتيال النبي، وأجروا المخطط وفشلوا. الله سبحانه وتعالى كشف القضية للنبي، راح نستعرض هذا بالتفصيل، شلون بغوا يغتالون الرسول وشلون فشلوا في هذا المخطط. فإذا كان حالة انقلاب، ثورة داخلية دموية كانت راح تحدث، مو ثورة، محاولة انقلاب، وبالتالي الأمور كلها كانت تتغير، فكان لابد من وجود شخص يسيطر على الوضع، وجوده يفسد كل هذه العملية. وما كان في أحد مع النبي صلى الله عليه وآله يقدر أن يسيطر على الوضع في المدينة المنورة سوى أمير المؤمنين عليه السلام، يفسد المخطط جزء منه اللي موجود في المدينة، وجزء يفسده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى تبوك ومكث هناك ثم عودته. وبالتالي هذه النقطة الأهم اللي دفعت النبي أن يترك الإمام علي. مسألة مو فقط يبي يعلمهم أن الإمام علي خليفة أو يدربهم على شيء من هذا القبيل، لأن أكثر المسلمين أصلاً مو موجودين في المدينة، ولذا كانت المسألة المركزية هي إفشال مخطط الانقلاب. هذه هي القصة، وهذا اللي شبهها النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام بأنه كهارون لما قال له اخلفني في قومي. خلينا نشوف الآيات.